سؤال خير يا فندم. يعني عايز اقول لحضرتك ان الحمد لله احنا عندنا نسبه القضاه وصلوا لجانهم قبل الميعاد المحدد بنسبه 100%، واللجان عندنا فتحت كلها في توقيتها المحدد، يمكن عدا بعض اللجان حوالي 6 لجان بست قضاه، كان سبب التاخير ان هم كانوا على المعديات اللي هم رايحين القنطره شرق، وبعد ربع ساعه خدنا تمام بانهم وصلوا لجانهم. تقريبا يعني احنا عندنا لجان المحافظه بالكامل بدات عملها وبدات العمل باقبال متوسط، وان كان بيعتبر زايد بنسبه كبيره في الدايره بتاعه التل الكبير والقصاصين. عندنا اقبال عالي في الدايره ديت من الصباح الباكر، وفي طوابير واقفه قدام المدارس. يعني سيادة المحافظ، يعني عندما نتحدث عن الإسماعيلية نتحدث عن كم لجنة؟ بنتكلم على 366 لجنة فرعية موجودين جوه 210 مقر انتخابي أو مركز اقتراع. فبنتكلم في حدود 800,000 ناخب بيصوتوا، دول هيبقوا على 4 دوائر، بيفرزوا لنا 6 مرشحين. يعني عندنا دايرتين اللي هي الاولى والثالثه كل واحده فيهم بتنتخب 2 مرشح، والدايره الثانيه والرابعه كل دايره فيهم بتنتخب مرشح واحد، فبالاجمالي 6 مقاعد لنواب على المقاعد الفرديه. فالحمد لله العمليه الانتخابيه دلوقتي بدات يعني كلها منتظمه، وفي اقبال جوه المدارس، وبنتمنى ان شاء الله ارتفاع نسبه الاقبال مع ساعات النهار القادمه. طيب حضرتك ذكرت انه يعني العمليه التصويتيه منتظمه، الاقبال متوسط فيما عدا لجنه التل كما اذكر من حضرتك، يعني ما الذي يميز هذه اللجنه تحديدا؟ هي الدايره دايره القصاصين والتل الكبير، هو اللي بيميزها ان هي الانتخابات فيها بترتبط بالامور القبليه شويه، والارتباط المرشحين بعائلات كبيره، وفيها منافسه كانت واضحه من الاول، فعمليه التحضير زي ما بيقولوا للمرشحين لمريديهم وكتلهم التصويتيه بادئه بدري، وموفر لهم وسائل مواصلات ومجمعينهم قدام المدارس، فده اللي مدي حاله من الاقبال. وعاده بيبقى في الانتخابات اللي زي ديت بتبدا الاقبال الشديد يبدا دايما في المناطق الريفيه والمناطق اللي فيها تجمعات في كتل الناخبين يعني عند المرشحين. سيادة اللواء، يعني اسمح لنا أن نكون في متابعة مستمرة مع حضرتك على مدى هذين اليومين لمتابعة عملية التصويت، وبطبيعة الحال أيضا فرز الأصوات وإعلان النتائج. شكرا جزيلا اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية. أعود لضيفي في الاستوديو الأستاذ أشرف أبو الهول. يعني ربما الحديث عن الإسماعيلية يأخذني مرة أخرى لتركيبة محافظات هذه المرحلة.